بسم الله الرحمن الرحيم. الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الفيزياء، محاضرة تحليل عددي واحد للمرحلة الثانية من قسم علوم الفيزياء للدكتورة فاتن عزت. محاضرتنا تحت عنوان Direct Methods for Solving Linear Systems، النظريات المباشرة أو الطرق المباشرة لحل الأنظمة الخطية، واللي هي هذا هو موضوع المحاضرة لهذا اليوم، اللي هي موجودة بصفحة أو بشابتر السادس من الكتاب المنهجي. ما هو linear system؟ شنو هي الصيغة العامة للlinear system؟ كيف يتم حل مثل هكذا نوع من الأنظمة؟ بأي طريقة؟ وإحنا سابقاً ماخذيه بالرياضيات عن طريق الحذف أو التعويض، لكن في مادة التحليل العددي تستخدم الطرق التقريبية لإيجاد حلول مثل هكذا نوع من الأنظمة. لنأخذ مثال بسيط تم أخذه مسبقاً بالدراسات السابقة حول المعادلات أو النظام الخطي الطبيعي. طبعاً اللكتشر أوتلاين راح تكون هذه الفقرات راح نتناولها مع إكزامبلات، وفي نهاية هذه المحاضرة سوف يتم طرح مجموعة من الأسئلة من خلال الإكسرسايز سيت، وننتظر من عندكم الإجابات بفترة محددة. مقدمة عن موضوع اللينير سيستم. قوانين كيرشوف للدوائر الكهربائية تنص على أنه محصلة التيار الكهربائي حول أي دائرة كهربائية مغلقة يساوي صفر. طبعاً قانون كيرشوف سابقاً تم أخذه بالمراحل الإعدادية وبالمرحلة الأولى من الكلية، وطبعاً يجب أنه التيارات المارة خلال دائرة كهربائية تحقق سلسلة من المعادلات الخطية. لنأخذ مثال على دائرة كيرشوف. هذه الدائرة الكهربائية الكبيرة يمكن تجزئتها إلى مجموعة من الدوائر الصغيرة بحيث تحقق قانون كيرشوف، وعليه يتولد من هذه الدائرة الكهربائية تتولد مجموعة من المعادلات التفاضلية. الغاية من هذه هي بس مجرد أنه ربط وين تستخدم مثل هكذا نوع من المعادلات في مجال التحليل العددي. هذه المعادلة التفاضلية نلاحظ أنه تيار في مقاومة ينطينا فولتية. هنا هاي الدائرة الكهربائية أو هذه المعادلة التفاضلية تخص التيار الأول والتيار الثاني، في حين هذه الدائرة الكهربائية تناولت مجموعة أخرى من التيارات. نلاحظ بأنه سلسلة من هذه المعادلات التفاضلية تتشابه في المجاهيل I1 و I2 I4 I3 I5، والطرف الثاني من المعادلة يعني يكون قيمة رقمية. الاختلاف بين معادلة وأخرى نلاحظ بأنه يكون من خلال الكوفيشنت المضروب بهذه المجاهيل. هنا مثلا 5، هنا 1، هنا 2، هنا 2، هنا 7. إذا المعادلات مثل هكذا نوع من المعادلات تتشابه في المجاهيل، في قيم المجاهيل كمسمى، لكن تختلف في الكوفيشنت والطرف الثاني من المعادلة. قد نرى في الطرف الثاني قيمة وقد نرى الصفر، طبعا يعني بمعنى أنه لا تساوي بهذه الحالة قيمة صفر، وإنما يمكن أن تأخذ الطرف الثاني من المعادلة قيمة رقمية. الغرض من هذا المثال هو تقريب الصورة حول هذا النوع من الأنظمة الخطية، حيث يمكن جمع هذا النوع من المعادلات التفاضلية بشكل مضغوط بحيث يسهل على الطالب حل مثل هكذا النوع من الأنظمة الخطية لإيجاد الحل. الآن ما هي الأنظمة الخطية؟ الأنظمة الخطية من المعادلات عادة تستخدم في العديد من المسائل في مجال الهندسة والعلوم، بالإضافة إلى تطبيقات الرياضيات في العلوم الاجتماعية ودراسات الكمية لرجال الأعمال والمسائل الاقتصادية. الصيغة العامة للنظام الخطي لأن من المعادلات لأن من المتغيرات يمتلك الصيغة العامة التالية. هذه هي الصيغة العامة للنظام الخطي، يتكون من مجموعة من المعادلات E1 معناها equation 1 equation 2 إلى equation N. نلاحظ الـ equation 1 شلون تنقري؟ تنقري بشكل أفقي وتساوي قيمة constant B1. نلاحظ لو نقراها A11X1 زائد A12X2 إلى ما لا نهاية من المتغيرات مضروبة في Xn تساوي B1، وهكذا بالنسبة إلى E2 المعادلة الثانية وصولاً إلى المعادلة En. نلاحظ بأنه المعادلة الأولى والمعادلة الثانية تتشابه في المجاهيل X1 X2 Xn، لكنها تختلف في قيم الكوفيشنت اللي هي العوامل اللي مضروبة بالX
والطرف الثاني من المعادلة هناك اختلاف. يمكن تمثيل هذا النوع من الأنظمة الخطية بصيغة تسهل على الطالب حلها رياضياً من خلال استخدام نظام المصفوفات. ما هي المصفوفات وما هي المتجهات؟ التغيير الوحيد من نظام خطي إلى آخر كما أسلفنا في السلايد السابق يحدث في معاملات المجاهيل وقيم الموجودة على الطرف الأيمن من المعادلات، ولهذا السبب يستخدم النظام الخطي عادة في مثل هكذا حالة باستبداله بما يسمى بالمصفوفة، واللي تحوي كل المعلومات حول النظام واللي هي مطلوبة لإيجاد الحل لكن بشكل مضغوط. ومن الممكن باستخدام عن طريق استخدام المصفوفة تمثيل أي نظام خطي بواسطة عن طريق الكمبيوتر، فمن خلال المصفوفة يمكن التعامل مع النظام الخطي من خلال الحاسوب بشكل مباشر وسهل. ما هي المصفوفة من حيث التعريف؟ المصفوفة لما نريد نسميها نقول هي مصفوفة M by M. N by M. N by M. تقرأ بهذا الأسلوب. المصفوفة M by M هي مصفوفة مستطيلة من العناصر بN من الأسطر وM من الأعمدة. الرو هي سطر والقلم هو العمود. بحيث ليس فقط قيمة العنصر مهم ولكن موقعه في المصفوفة. لنأخذ هذا المثال اللي يوضح لنا يعني كأنه الصورة العامة للمصفوفة، حيث أن الأي الكابيتال أي هي المصفوفة تحتوي على مجموعة من القيود. هذه الأي سمول سب أي جي محاطة داخل أقواس مربعة، هي الكوفيشنت أو هي الانترايز لهذه المصفوفة. ونلاحظ لما نفك هاي الانترايز نلاحظ أنه المصفوفة تحتوي على مجموعة من الأسطر أو الصفوف ومجموعة من الأعمدة. تسمية العنصر بالمكان اللي هو قاعد به هو يعتمد على قيمة السطر وقيمة العمود. مثلاً A11 هو العنصر الموجود في السطر الأول العمود الأول. العنصر A12 هو العنصر الموجود في السطر الأول العمود الثاني وهكذا. إذن الـ I capital هي الماتريكس والـ A sub IJ هي قيد التقاطع. I throw يعني سطر I مع J column. لنأخذ هذا الإكزامبل اللي موجود بصفحة 359 من الكتاب المنهجي، وهذا هو مثال بسيط على كيفية تدريب الطالب على تسمية المصفوفة من حيث الأبعاد والإنترايز الخاصة بها. المنطوق السؤال يقول Determine the size and respective interiors of the matrix A. إذن منطوق السؤال يطلب حجم. حجم يعني أبعاد المصفوفة أمامك. المصفوفة الحالية هي سطرين بثلاث أعمدة وعليه size أو dimension لهذه المصفوفة هي 2 by 3. في حين المطلب الثاني من السؤال يقول بأنه جد الـ respective entries قيود هذه المصفوفة. قيود هذه المصفوفة يعني عناصر المصفوفة. A11 هي 2، A12 سالب 1، A13 7 نزل جوا، A21 3، A22 1 و A23 0. أنواع المصفوفات. يوجد عدة أنواع من المصفوفات. قد تجد مصفوفة طولية أو عمودية، مصفوفة أفقية أو سطرية، متجه أفقي، متجه عمودي، مصفوفة متزايدة. خلينا نشوف واحدة واحدة شنو خواصها وشان تمثل. النوع الأول من المصفوفات يسمى بالأندايمنشنال رو فيكتر، أي مصفوفة أفقية أو سطرية. نلاحظ بأنه تمثل على شكل سطر واحد، إذا الجميع العناصر أول رقم هو رقم واحد لأنه سطر واحد لكن بعدة أعمدة. على نقيض ذلك راح نجد ما يسمى بالأندايمنشنال كولوم فيكتر، أي مصفوفة عمودية أو طولية. نلاحظ بأنه تحتوي أو تمتلك مجموعة من الأسطر، مجموعة من الأسطر لعمود واحد، ولذلك نلاحظ بأنه الرقم الثاني للكوفيشنت هو رقم واحد دلالة على العمود الواحد، في حين تزايد قيم الأسطر من واحد صعودا إلى N. هذه فيما يتعلق الكوفيشنت المتعلق بالمصفوفة أي. أما إذا أردنا أن نمثل قيم البيز بالطرف الأيمن من اللينير سيستم لكي نميز عن الماتريكس الأفقية أو العمودية، تم طرح ما يسمى بالكولوم فيكتر، أي المتجه العمودي. المتجه العمودي هو حال المصفوفة العمودية، يعني الإكس بهذه الحالة
حالها حال كشكل نهائي، حالها حال الكوفيشنت اي للمصفوفة اي، لكن لتمييز هذا الكولوم فيكتور عن الماتريكس اي تم رسم هذا الرمز او رمز هذا المتجه بشكل بولد، بشكل ثخين، دلالة على انه هذا هو متجه عمودي. وعليه أيضا يوجد ما يسمى بالرو فيكتور المتجه الأفقي أو السطري، نفس الرسم لهذه المصفوفة لكن لتمييزها عن الكوفيشنت للمصفوفة أي، نرسم الرمز لهذا الرو فيكتور بشكل بولد، وعناصرها يا أما توضع فراغ بين عنصر وآخر أو أن تترك فارزة أو أن توضع فارزة بين الكوفيشنت، يعني الطريقة الأولى أو الرسمة الأولى والرسمة الثانية للرو فيكتور سيان هما نفس الشكل، لكن تكتب كل وحدة بأسلوب مختلف عن الأخرى بترك فارزة بين عنصر وآخر. المصفوفة النوع الأخير اللي هي بيت القصيد كما يقال هي ما يسمى بالمصفوفة المتزايدة. هذه المصفوفة المتزايدة تجمع المصفوفة أي كرو أو رو أو كولوم مع الرو فيكتور أو الكولوم فيكتور بمصفوفة واحدة مضغوطة يفصل بينهما خط منقط. نلاحظ هذا اللينير سيستم اللي تم أخذه مسبقا في السلايدات السابقة، نلاحظ هذا هو صيغ العمل اللينير سيستم، وهذه هي الكوفيشنت عن مصفوفة أي اللي هي مؤشر بالقوس الأحمر، أما بالنسبة لي الكوفيشنت للكولوم فيكتور اللي هو الطرف الثاني من المعادلة، فتم جمعها بمصفوفة لتجمع المصفوفة A مع المصفوفة B بمصفوفة تسمى الأوغيومنتد ماتريكس المصفوفة المتزايدة، نجمعهم ونفصل بيناتهم بخط منقط وتحاط المجموعة كلها بقوسين مربعة، وطبعا التسمية راح تكون A capital فارزة B bold يعني قصدي كولوم فيكتور، في حين الاي قصدي الكوفيشنت للمصفوفه اي. هذه المصفوفه تسمى بالمصفوفه المتزايده، هذه هي الكوفيشنت وهذا هو الكولوم فيكتور، وتم جمع الاثنين مصفوفه متزايده فصلت الوحده عن الاخرى بخط طولي منقط. الان طريقه الحذف الجاوسي والتعويض العكسي. عادة الأنظمة الخطية السابقة المأخوذة في مادة الرياضيات تحل مثل هكذا، نوع رياضيات صافية تحل أما بالحذف أو التعويض، لكن في مادة التحليل العددي تستخدم هذه الطريقة ألا وهي طريقة الحذف الجاوسي في إيجاد قيم المجاهيل، قيم X1, X2, X3 وتبر من المجاهيل، وتستخدم طريقة التعويض العكسي لإيجاد تلك القيم. راح نشوف الصيغة العامة لهذا القانون وكيف يتم تطبيقها على اللينير سيستم كمصفوفة متزايدة، حيث ينشأ مثلث صفري بالاعتماد على نوعين من المعادلات، نطبقها نحصل على مثلث صفري ونبدأ باستخراج القيم واحدة تلو الأخرى من خلال التعويض العكسي. فالصيغة العامة لطريقة الحذف الجاوسي عادة تطبق طبعا على النظام الخطي، هذا عندنا نظام خطي، أول شيء لازم من هذا النظام الخطي نكون المصفوفة المتزايدة الـ Augmented Matrix A. طبعاً نكتب A بدل ما نكتب A capital فارزة B bold، نرمز للمجموعة بA عليها مثل الموجة. طبعاً ننتبه كل ما نشتغل على مصفوفة تتولد مصفوفة تختلف عن سابقتها. هسه لابد نطبق قانون الحذف الجاوسي، يجب أنه بكل خطوة نطبق بها قانون الحذف الجاوسي ننتبه إلى أنه العنصر اللي هو بالمقام اللي هو بهذه الحالة A11 يجب أن لا يساوي صفر، على شرط بأنه العنصر الأول A11 لا يساوي صفر نطبق القانون الأول. هذا هو القانون الأول لقانون الحذف الجاوسي، على شرط أنه A11 لا يساوي صفر نطبق هذه العملية. هذه العملية تطبق على المعادلات ابتداء من المعادلة بهذه الحالة الثانية الثالثة الرابعة إلى N من المعادلات. المعادلة أو القانون الأول ينص على أنه E sub J ناقص AJ1 على A11 مضروبة بE1 تؤدي إلى EJ، إذن راح تنتج معادلة EJ
تختلف عن سابقتها. ليش؟ لأنه تم إجراء عملية رياضية عليها في سبيل أنه نبدأ نصفر القيم الموجودة بعمود الـ X1. إذن بهذا القانون راح نحذف كل coefficient مال X1 لكل سطر من أسطر linear system. بنفس الأسلوب راح نبدي نطبق القانون الثاني، بس على شرط أنه المقام لا يساوي صفر، الـ AII لا يساوي صفر، ونحفظ هذا القانون ونطبقه على باقي العناصر في سبيل أنه نحذف الـ coefficient للـ Xat للبقية اللي هي X2 X3 وتظهر من القيم من الآن. الآن بعد ما طبقنا القانون الأول والثاني راح تنتج لنا مصفوفة. هذه المصفوفة مصفوفة جديدة احتوت على مثلث صفري. هذا هو المثلث الصفري اللي حصلناه من تطبيق القانون الأول السابق والقانون الثاني. وبالنهاية راح نحصل على قيمتين فقط يفصل بينهما خط منقط، وعليه نبدي باستخراج القيم من الأسفل إلى الأعلى. هذا هو هذه هي المحصلة النهائية من تطبيق القانونين الأول والثاني على linear system من النظام الخطي السابق الذكر، ونبدي بعملية التعويض الأكسي في سبيل تحصيل قيم الأكسات. وهذا هو القانون العام للأكسات. وهسا راح نأخذ مثال بسيط موجود بصفحة 363 نتدرب عليه خطوة خطوة في سبيل توضيح مبدأ الحذف القاسي. منطوق السؤال يقول represent the linear system. هذا هو linear system، مثل النظام الخطي التالي كمصفوفة متزايدة as an augmented matrix and use Gaussian elimination to find its solution. وجد الحذف القاسي لإيجاد الحل. إذا سؤال مباشر، عندنا linear system، استخدم الحذف القاسي من أجل إيجاد الحل، واستخدم التعويض العكسي لإيجاد القيم مال X1 وX2 وX3 وX4. نأتي الآن أول خطوة، أنه قبل ما نبلش تطبيق القانون الأول والثاني أول شيء نكتب المصفوفة أو linear system بدلالة المصفوفة المتزايدة. نكتب حرف I capital عليها موجة، أو نحط داخل قوسين دائرية رقم 1. كل ما نشتغل باعاً على هذه المصفوفة راح تتولد مصفوفة تختلف عن سابقتها. فننتبه، يعني راح نشوف A1 Y2 Y3 وين قد ما نقدر نشتغل على المصفوفة راح تتولد مصفوفة تحمل رقم يختلف عن الرقم ومكونات، طبعاً بالإضافة إلى مكونات هذه المصفوفة. هذه هسه اللي أمامكم هي المصفوفة أو التمثيل الأوغيومنتد ماتريكس للمصفوف للينير سيستم اللي منطوق السؤال. لو نلاحظ أول سطر هو يمثل المعادلة الأولى. خلينا نقرأ هذا السطر كله، يمثل هذا السطر يمثل المعادلة الأولى. هذا العمود، هذا العمود هي الكوفيشنت مال X1. هذا العمود الثاني هو الكوفيشنت مال X2. هذا هو العمود الكوفيشنت مال X3 X4. وهنا هي قيم البيز للينير سيستم في منطوق السؤال. خلينا نقرأ هذه اللي هي المعادلة الأولى. 1 في X1 ناقص X2 زائد 2X3 ناقص X4 تساوي سالب 8. المعادلة الثانية 2X1، لو نلاحظ هسه 2X1 ناقص 2X2 زائد 3X3 ناقص 3X4 تساوي سالب 20، وهكذا. إذا لما نريد نقرأ هذه المصفوفة المتزايدة كمعادلة معادلة نقرأها بشكل أفقي في سبيل أنه نقراها مثل ما مكتوب. إذن الممثل هنا، الممثل هي الكوفيشنت لهذا اللينير سيستم، والطرف الثاني هي قيم البيز. هذا هو القانون الأول للحذف القوسي، واللي يقول بأنه EJ ناقص AJI على AII مضروبة في المعادلة الأولى تؤدي إلى المعادلة EJ. بمعنى رح نشتغل وين عندنا مشكلة، وين ما مصفرة القيم، نبدي نشتغل على هذا السطر صعودا. فهسه لو نبدي نرسم على المصفوفة المتزايدة وين هو المثلث اللي يجب أن يتصفر به القيم، هذا هو المثلث. لازم بالنهاية نحصل على مثلث صفري. يلا نبدي نستخرج قيم الأكسات. هنا لازم فقط عندنا قيمتين بيناتهم خط منقط، وعليه عندنا مشكلة بالمعادلة الثانية الثالثة الرابعة. فنطبق هذا القانون، القانون الأول، مرة J2
ومرة جاي 3 ومرة جاي 4، يعني من تكون جاي 2 يعني قصدي راح أبدي أشتغل عن معادلة ثانية، راح تتولد معادلة ثانية تختلف عن هذه. من أبدي أطبق بالقانون جاي تساوي 3 راح أشتغل على المعادلة الثالثة كلها طول طول، زين، بحيث تتولد معادلة جديدة ثالثة تختلف عن الأصلية. لما أطبق جاي هنا 4 يعني بمعنى راح أشتغل على المعادلة الأخيرة بالأوغيومنتد ماتريكس وتتولد معادلة تختلف عن سابقتها. خلينا نشوف شلون بالنهاية راح يصفى تطبيق القانون هذا على المعادلة الثانية، إيش كيف راح تكون المعادلة، المعادلة الثالثة والمعادلة الرابعة. خلينا نشوف شلون صارت وشلون تولدت هذه الصيغة من تطبيق هذا القانون. خلينا ناخذ أولاً لما تكون الجي للمعادلة الثانية، يعني كل جي نكتب رقم 2. إذا E2 ناقص A21 على A11 E1 تؤدي إلى A2 ناقص A21 A21. إيش قد قيمة العنصر بالسطر الثاني العمود الأول؟ هذا هو السطر الثاني العمود الأول، هو قيمته 2، هذا هو قيمته 2، إذا نعوض هنا 2. A11 هو العنصر بالسطر الأول العمود الأول، السطر الأول العمود الأول هو 1، إذا المعادلة الثانية راح نقص من عندها 2 مضروبة بالمعادلة الأولى اللي هي هذه. خلينا نشوف ايش قد تساوي من أرقام. زين، نبدأ نطبق E2. E2 نكتب قيمها، E2 هي 2 سالب 2 3 سالب 3 سالب 20، كتبناها هنا. ناقص 2 طبق القانون، ناقص 2 مضروبة بE1. E1 ايش قد قيمها؟ 1 سالب 1 2 سالب 1 سالب 8، كتبناها هنا. ونجري عملية الجمع أو الطرح حسب تطبيق القانون، راح نشوف تولدت قيم هي هذه القيم الجديدة للمعادلة الثانية، يعني صارت هذه القيم هي القيم الجديدة اللي راح توضع وترسم بالمصفوفة رقم 2 بهاي القيم، بهاي القيم الجديدة. هاي كلها بحالة لما تكون الجي 2، ليش؟ لأن بدنا نشتغل هسا على المعادلة 2، هسا نجي نشتغل على المعادلة الثالثة، نطبق بهذا القانون الجي تساوي 3 بنفس الاسلوب بس هالمره A31 اي العنصر الموجود بالسطر الثالث العمود الاول قيمته 1 على A11 1. اذا المعادله الناشئه من تطبيق هذا القانون للمعادله الثالثه حسب المعطيات المعادله الثالثه راح تكون الصيغه النهائيه هي E3 ناقص E1 تؤدي الى E3، E3 ناقص E1 راح تنطينا E3. بعد ما نعوض بالكوفيشنت مال المعادلة الثالثة، هنا أخذناها من قيم الـ E3 الموجودة بالمصفوفة المتزايدة، نقصنا منها E1، E1 هي هاي يعني المعادلة الأولى، راح تنتج قيم جديدة للمعادلة الثالثة تختلف عن الأصلية. هاي هي القيم اللي راح نتعامل بها وراها، وراء الخطوات هذه. نفس الأسلوب نطبق القانون هذا الأول للحذف القاوسي لما تكون الجي 4، وراح تنتج قيم جديدة للمعادلة الرابعة تختلف عن الأصلية. هسا نكتب المصفوفة الجديدة اللي راح نسميها المصفوفة 2 2، نكتب نفس المعادلة نفس القيم للمعادلة الأولى اللي ما اشتغلنا بيها. منو اللي تغير؟ عندنا تغيرت المعادلة 2 و3 و4 بالقيم الجديدة، هاي القيم الجديدة اللي طبقنا بها القانون الأول. راح نشوف شلون صارت المصفوفة، المصفوفة صار اسمها 2 وطفرت عندنا أول coefficient للـ X1. هسا نرسم المثلث الصفري، عندنا مشكلة وين؟ عندنا مشكلة بالسطر الثالث والرابع، إذا يجب أن نطبق القانون الثاني. هذا هو القانون الثاني للحذف الكاوسي. ننتبه إلى أنه لازم الـ AII لا تساوي صفر، فنبدي نشتغل على المعادلة الثالثة والرابعة لازم نستخدم يعني أي 3 ناقص أي 3 2 على أي 2 2. لو نجي نباوع على هذه المصفوفة نلاحظ أي 2 2 العنصر بالسطر الثاني بالعمود الثاني قيمته صفر، إذا ما يصير، لازم ننتبه. هذا العنصر يسمى بالـ
pivot element بهذه الحالة هو صفر. توفر طريقة الحذف الجاوسي عملية استبدال سطر مكان آخر، طالما أنه هذا العنصر لما نطبق هنا بهذا القانون الثاني للحذف الجاوسي راح يساوي يصير المقام يساوي صفر، وهذا لا يمكن لأن الشرط يقول لازم ما يساوي صفر. عندنا قابلية استبدال سطر مكان آخر، فنستبدل السطر الثاني إلى مكان السطر الثالث، والسطر الثالث يجي مكان السطر الثاني، وعليه تم استبدال المعادلة الثانية بالمعادلة الثالثة، وأصبحت المصفوفة طبعاً اسمها 2 داش أو نقدر نسميها المصفوفة 3. استبدلنا صعد السطر الثاني الثالث العفو مكان السطر الثاني، والثاني نزل إلى مكان السطر المعادلة الثالثة، فصار الشكل بهذه الصورة. نرسم المثلث الصفري، نلاحظ بأنه كل الأصفار موجودة بس عندنا العنصر اللي هو قيمته 2 للسطر الأخير أو المعادلة الأخيرة اللي هي المعادلة الرابعة. إذن هسه راح نطبق القانون مباشرة، لكن هالمرة على المعادلة الرابعة على مود الاثنين هذه تتصفر، ونبدي باستخراج القيم. هذا هو المثلث، نستخدم القانون الثاني للحذف الجاوسي، ولكن هذه المرة الجاي نعوض عنها بأربعة، فأي أربعة ناقص أي أربعة ثلاثة على أي ثلاثة ثلاثة أي ثلاثة، نعوض بالكوفيشنت أي أربعة ثلاثة، يعني العنصر الموجود بالسطر الرابع العمود الثالث هو 2، وأي ثلاثة ثلاثة العنصر الموجود بالسطر الثالث العمود الثالث اللي هو سالب 1، راح تكون تخرج المعادلة بشكلها النهائي. المعادلة الرابعة نجمعها مع 2 المعادلة الثالثة راح تنتج قيم للمعادلة الرابعة. نكتب المصفوفة بشكلها النهائي، طبعا طلعت المعادلة أو العفو المصفوفة هي المصفوفة رقم 4. زين، هسا نرسم المثلث الصفري. الآن تحقق المثلث الصفري، نبدي باستخراج قيم الإكس. مثل ما أسلفنا سابقا بأنه هذه القيم تمثل coefficient للX1، هذه القيم تمثل قيم للX2، العمود الآخر للX3، قيم الكوفيشنت للX4، وهذه قيم البيز. فلما أبدي أقرأ بعد ما تكون المثلث الصفري هذه المعادلة، هذه المعادلة من أريد أقرأها شلون تنقري؟ 0 في X1 زائد 0 في X2 زائد 0 في X3 زائد 2X4 يساوي 4، 2X4 يساوي 4. أجي أكتب 2X4 يساوي 4، إذن X4 تساوي 2. حصلنا على أول قيمة اللي هي قيمة X4، إذن حصلنا على آخر X، ورح نبدي نصعد، نصعد إلى الأعلى. ناخذ هالمرة المعادلة الثالثة نقرأها، 0 في X1 زائد 0 في X2 ناقص X3 ناقص X4 تساوي سالب 4. نكتب هالمعادلات، نعوض بX4 سابقا طلعناها 2، طلعت أن X3 تساوي 2. نصعد إلى الأعلى، نقرأ المعادلة، 0 في X1 زائد 2X2 ناقص X3 زائد X4 تساوي 6. نكتبها، نعوض بقيمة X4 2، ليش لين طلعناها؟ X3 طلعناها 2، راح تطلع لنا المجهولة X2 تساوي 3. وأخيراً نصعد إلى السطر الأول من المصفوفة، ونكتب بصيغتها X1 ناقص X2 زائد 2X3 ناقص X4 تساوي سالب 8، نعوض بقيم X4 3 2 السابقة اللي حصلناها، وبالنهاية نحصل على القيمة الأولى للمتغير X، X1 تساوي 7. الحل هنا خلاص، على مود نعرف حلنا، ولكي يتأكد الطالب حله صح أو خطأ فيجري عملية تحقيق، ويتم ذلك بتعويض قيم X1 و3 و4 بمعادلتين أو أكثر من linear system في منطوق السؤال. فهنا طبقنا قيم الأكسات الأربعة في أول equation، شفنا أنه بعد ما عوضنا بX1 و2 و3 و4 هل تساوي سالب 8، وطلعت الإجابة صحيحة. نطبق الآن في المعادلة الثانية قيم الأكسات نعوضها بالسؤال منطوق السؤال، طلع الطرف الأيمن يساوي الأيسر، وهكذا بالنسبة لبقية المعادلات. فعلى الأقل يجب تطبيق قيم الأكسات الناتجة من عملية الحل في على الأقل في معادلتين من المعادلات في منطوق السؤال لكي نتأكد من كون حلنا صحيح.
ناخذ الان مثال اخر ومنطوقه يقول استخدم الحذف القوسي والتعويض العكسي لحل النظام الخطي التالي. هذا هو النظام الخطي، يتكون من ثلاث معادلات. اولا نمثلها بمصفوفه متزايده اللي هي مصفوفه رقم واحد، نرسم المثلث الصفري، عندنا مشكله بالمعادله الثانيه والثالثه، نطبق القانون الاول للحذف القوسي، راح تنشا المصفوفه اثنين، نرسم المثلث الصفري، نشوف عندنا مشكله ب السطر أو المعادلة الثالثة، نستخدم القانون الثاني للحذف القوسي اللي هو هذا، وطلعت لنا المصفوفة أي ثلاثة، نرسم المثلث الصفري، تكون المثلث الصفري بالكامل بس عندنا قيمتين، نبدي نستخرج قيم X3 ونصعد قيم X2 و X1، خرجت قيم X3 و2 و1، وحلنا لحد هذا الحد قد اكتمل، ويتأكد الطالب من حله صح أم خطأ من خلال تطبيق قيم الأكسات في منطوق السؤال. يعني هنا في منطوق السؤال يطبق X1 و2 و3 من ينجز أول معادلة تفاضلية، المفروض يطلع 8، المفروض تطلع هنا 3، المفروض يطلع 11، على مود يتأكد الطالب ويطمئن من كون حله صحيح. نلاحظ أنه هنا عملية إيجاد النواتج تم تقريبها في سبيل أنه نحصل على عدد صحيح، ويسهل لنا عملية خروج الناتج أو الطرف الآخر بشكل أكثر دقة. ناخذ المثال الاخير اللي موجود بصفحه 365، represent the next linear system. عندنا هنا نظامين خطيين، النظام الاول والنظام الثاني، نفس المنطوق، استخدم الحذف القوسي لايجاد الحل، ومن خلال طبعا استخدام الحذف القوسي والتعويض العكسي. نلاحظ بانه linear system الاول والثاني كcoefficient على الجهه اليسرى هما تقريبا نفس الشيء، الاختلاف ده يصير فقط بجهه اليمين. المهم قمنا نمثل اللينير سيستم الأول مصفوفة متزايدة ورسمنا المثلث الصفري، ومثلنا اللينير سيستم الثاني بمصفوفة أيضا متزايدة وحددنا المثلث الصفري، طبقنا القانون الأول للحذف القوسي على اللينير سيستم الأول واللينير سيستم الثاني، وجدنا هذه هي المصفوفة، تكون المثلث الصفري للنظام الخطي الأول وللثاني. نبدأ الآن باستخراج القيم. نلاحظ أنه القيم نبدأ من الأسفل صعودا إلى الأعلى. أول قيمة راح يتم استخراجها هي قيمة X3. X3 بهذه الحالة تساوي 2. نصعد أيضا X3 راح تساوي 2. نصعد خطوة إلى الأعلى. نلاحظ بأنه القانون راح ينكتب X1 زائد X2 زائد X3 تساوي 4. نلاحظ هنا غياب قيمة الـ X2، فهنا نتوقف بالحل لأنه لا يمكن الاستمرار لعدم وجود قيمة الـ X2. النظام الخطي الآخر نلاحظ أنه لو نبدي من الأسفل صعوداً نحو الأعلى، X3 تساوي 2، هنا سالب X3 تساوي سالب 4، انتبه وهذا خطأ، وجود قيمتين مختلفة لنفس مجهول وهذا خطأ. نصعد إلى الأعلى، نلاحظ نفس الحالة تكررت، أنه عدم وجود قيمة للـ X2، X1 زائد X2 زائد X3 تساوي 4، هنا فقدان أو عدم التمكن من إيجاد قيمة الـ X2 بالإضافة إلى امتلاك المتغير X3 قيمتين، وهذا خطأ، وعليه يمكن القول بأنه لا يوجد حل لمثل هكذا نوع من الأسئلة. وفي نهاية المحاضرة مطالبين بإيجاد حلول exercise set 6.1 السؤال الثالث والخامس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.